هذا شنو يا ولد سيدي؟ هذا حشيش. هذا حشيش يا باتي. هذا الحشيش اليوم عيشت البريقة. عيشت البريقة فوق من 50 كيلو. هذا حشيش لا مسلمة للشرطة ولا مبحث في الشرطة. احرق بروحك يا طيب وخلص روحك بينك وبين الله عز وجل. هو خشن على البث مباشر خرطوم. كله تم احمل لك قدام يا حميده. وش في تم؟ اه ليش قلنا لك اكمل؟ طبعا حشيش حرق مثل ما نسلمه للشرطة. طيب تلقى حشيش حرق له عندك قبل لعب في رؤوس الشيطان بيع حقه 500 ألف ولا 600 ألف. وش بتديروا بين في الدنيا؟ ما لازم نبيعوه من اجل صحتنا من وش نديره؟ هذه آفة حتى ربك محرمها أصلا.